السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجنا مسائك عندنا. النهارده بنهني الشعب المصري ليوم العاشر من رمضان، يوم العزه، يوم الكرامه، اليوم اللي اقتحمت فيه قواتنا المسلحه قناه السويس وعبرت خط برليف الحصين. المفترض النهارده ان احنا نهنئ انفسنا ونهنئ الشعب المصري ونهنئ القوات المسلحه. والنهارده معانا شركه الفنار ومعانا المهندس الكيميائي الاستاذ مجدي عطيه اهلا بك يا استاذ مجدي شرفتنا في حلقه جديده طيب. من برنامجنا كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري بالف صحه والف سلام ودايما فخر انتصارات وعزه وكرامه للشعب المصري كله النهارده يوم الكرامه طيب. فعلا ويوم العزه للقوات المسلحه وانا بقول للناس اللي هي شايفه ان الحرب انتهت لا يا جماعه الحرب لسه ما انتهتش الحرب في دول كتيره قوي بتحاربنا من آه الخارج على اساس ان ان مصر في تقدم وازدهار اقتصادي فكل الدول دي عايزه تقف في وش مصر عايزه تقف في وش الدوله عايزه تقف آه تعرقل الاقتصاد بتاعنا فبنقول نتكاتف ونبقى ايد واحده ونبقى نسيج واحد داخل المجتمع المصري ومعانا الباشمهندس مجد النهارده آه، احنا آه، بيقدم لنا منتجات شركه الفنار آه، للمنظفات آه، وهيقدم لنا منتجات جديده النهارده آه، وعلى فكره احنا في الحلقه اللي فاتت آه، طرحنا سؤال وجاوبت على السؤال آه، الاستاذه آه، شيماء معوض من محافظه آه، الشرقيه شرقية. شيماء معوض من محافظه الشرقية هي اللي فازت معانا النهاردة بالجائزة المقدمة من شركة الفنار واللي هيكلمنا عليها الأستاذ مجدي الجائزة دي عبارة عن إيه؟, إيه الجائزة دي حضرتك هتبقى عبارة عن جميع منتجات الشركة هنبعتها لها جميع منتجات جميع الشركه منتجات الشركه مندوب الشركة, من الشركه هيوصلها مندوب الشركه هيوصلها لحد البيت لحد البيت لحد البيت آه في تواصل في رقم للتواصل آه. وفي كل حاجه كل حاجه اه ماشي يا فندم موجود عندنا آه النهارده حضرتك هت آه هتقدم لنا ايه ايه الجديد آه آه الاول بمناسبه الكلمتين العظام اللي حضرتك قلتهم لمصر ومهما قلنا مش هنقدر نوفي والله البلد ده ابدا بالميل والتقدم والازدهار مش في مجال واحد الحمد لله في جميع المجالات وعلى كل المستويات وان شاء الله ربنا يوفق ما, ما هي برضه برضه يا استاذ مجدي ان المنتجات بتاعتنا ديت والحاجات اللي احنا بنقدمها ديت من ضمن الازدهار ومن ضمن تشجيع الدوله للاستثمار طبعاً. والصناعه طبعاً. الجديده يعني طبعاً. حضرتك طبعاً. لو الدوله ما عملتلكش تسهيلات لا, لا, لا والله في حقاً. التصنيع مش هتصنع بالظبط يعني لو في عراقيل قدام حضرتك مش هتصنع طبعا حضرتك دلوقتي بتقدم لنا المنتجات الجيده اللي هي في السوق بتضاهي المنتجات الاوروبيه صح ولا نبتع... صح؟ ان شاء الله طب اه طب ايه الجديد حضرتك الجديد اللي هو البرونديكس ده ملمع الزجاج اه ايوه آه والاسطح الملساء ده بي... مفيش بيت بيستغنى عنه يعني حتى احنا نفسنا بالنسبه للسيارات كل م. واحد العربيه بتاعته اسمه بروندكس 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 اه ده من منتج من منتجات شركه الفنادق اه ده خاص لتلميع الزجاج، الزجاج آه. بصفه عامه وجميع مم. الاسطح الملساء للزجاج اه وممكن ينفع للسيراميك اه ممكن ينفع للسيراميك ملمع ولا مزيل؟ لا ملمع ملمع لا ملمع انما المزيل قبل كده قلنا في الحلقه آه. السابقه السوبر لايت اللي هو بتاع الايه ايه؟ انا فاكر السوبر لايت اه اللي هو السوبر لايت هو مزيل للدهون اللي هو اللي مزيل اللي هو اه, آه وال ده بيستخدم للسيراميك وال والاسطح الخشبيه والخشبيه اه السوبر لايت انا بتكلم على السوبر لايت ايوه لا انت رجعتنا بقى للحلقه اللي فاتت لا ما انا بقول لحضرتك آه. احنا فاكرين ما انت حضرتك بتقول النهارده ان ده ملمع ملمع اه ملمع آه. منظف وملمع منظف وملمع, وملمع. آه. اللي هي الـ الـ الاسطح الزجاجيه بصفة عامه الاوجه الملساء عامه يعني الملساء. يعني لو خشب والامنيوم ممكن يتحط عليه آه على الاو ممكن يتحط عليه على الزجاج ممكن يتحط آه. عليه ممكن آه. الانسان يستخدمه في السياره بتاعته في السياره بدل ما آه. احط ميه عاديه في قربه العربيه بحط البرونديكس بيبقى زي الفل وبيدي كفاءه عاليه بتحط ميه في القربه بتاع العربيه آه. 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 اللي هي بتاع المساحات بتاع المساحات آه الخاصه بالمساحات اه عشان يحط لا 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 واضح ان هو منو وملمع للزجاج أيوه. يبقى من المنطق ان انا احطه في, في القربه الخاصه بتاع المساحات اه اه بالنسبه للبيت عندنا كل البيت اي حاجه زجاجيه في البيت ده, ده منتج اساسي اه يعني مثلا التسريحه الترابزه بتاع السفره اي حاجة. كل أوه. المنتجات الثانيه وعندنا ايه أي ثاني يا استاذ طيب الاول قبل ما نتنقل لحاجه ثانيه طيب. احنا عودنا الناس ان احنا بنقول ان احنا بنتكلم على منتج امن للاستخدام آه. برضو كل منتج له شويه شروط آه. الشروط اللي عندنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان يكون المنتج ده معتمد والمنتج البرود ده معتمد برضه من وزاره آه. الصحه آه ايوه ملمع الزجاج آه. آه رقم المواصفه بتاعته حضرتك موجوده آه. المواصفات بتاعته بالنسبه للمستهلك العادي عشان يكون عارفها آه. اول حاجه لازم يكون سائل متجانس شفاف ابص كده لشكل المنتج كده لشكل العبوه اه احس ان هو ترانس بيرانس شفافيه اه اه, و... آه. 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 في ايه اشتراطات مهمه قوي برضو عشان الناس ما تخطئش فيها م. ان المنتج ده هو فيه ايه اشتراطات ايه في تصنيعه م. ان هو ما يحتويش على الميثانول او الكحول المثيلي وما يحتويش على كبريتات نحاس لان ايه لازم يتوفر فيه شروط الامان بالنسبه لليد او بالنسبه للجلد. يعني هو المواصفات آه القياسيه آه المصريه حاصل عليه حضرتك اربع موصف اربع شروط لازم يتوافروا فيها. آه الشفافيه الشفافيه واللمعان آه آه ما يتركش آه اي خدش يكون ناعم الملمس بعد الاستعمال آه ما يسببش خدوش في آه الاسطح اللي انا هستعمله عليها أيه. رقم ثلاثه ما يحتويش مواد ضاره بالجلد زي أيه. الكحول المثيلي او اللي عليه الميثانول او كبريتات النحاس ده لابد يكون خالي منهم آه نسبه الكحول او المواد الكحوليه اللي فيها مفروض عشان يكون فعال ما بتقلش عن آه 15% لكن الكحول بيكون كحول ايثانول وايزوبروبانول لان دي كحولات امنه بيور. اه الايثانول مش ميثانول؟ لا مش ميثانول، الميثانول آه. لا يصلح الاستعمال الادمي لا, لا, لا يصلح للاستعمال الادمي لا لا الميثانول لا يصلح للاستعمال الادمي اطلاقا. ايوه محظور استعماله. ايوه آه. اللي هو اللي احنا بنستخدمه اصلا في تعقيم اليدين في فتره اللي هو الايثانول آه. اه وايزوبروبانول يكون بيور. آه. آه. اه فالمنتج لو توفر فيه الشروط ده بتلاقي بالشكل اللي حضرتك طبعا مسموح بتلوينه. يعني أوه. يعني الوان مصرح بها فاحنا مختارين اللون الازرق اللي هو يعتبر شائع الاستعمال يعني اه طب حضرتك دلوقتي هل اللزوجه بتاعه المنتج بتفرق معايا هل في الملمس آه. لان ده آه. ما فيش فيه لزوجه آه. يعني اه ما نقدرش نقول ان هو آه يعني طب اعرفه ازاي وما بين اللي هي المنتجات اللي, اللي مش واخده مواصفات مثلا مجرد حضرتك زي. ملمسه على الايد بتعرفه من الملمس على الملمس اه نعوميه الملمس على الايد, آه، آه. الملمس على الإيد. آه. لازم يكون ناعم الملمس على الايد واحنا عرفنا ان الشركه وفي الاستعمال حضرتك بيظهر 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 على طول آه. آه، وعرفنا ان الشركه بتاعتكم آه، ان هي بتوفر فرص عمل للشباب كتير ودي دي حاجه مهمه قوي ان ده. الشركه يا جماعه في ارقام للتواصل للي عايز يحصل فرصه عمل في شركه الفنار والارقام موجوده على الشاشه وعايزين وكلاء في جميع المحافظات برضو لشركة الفنار إيه اللي المنتجات بتاعتها بتأخذ السوق المصري يعني احنا فتحنا المصانع بتاعتنا فتحنا المصانع بتاعتنا علشان نستوعب الشباب بنشوف الدولة ازاي بتدي للمصانع دي التصريحات وازاي الدولة بتدي إيه المستثمرين واصحاب المشاريع سواء الكبيرة أو سواء المشروعات الصغيرة بتقدم تسهيلات على كافة المستويات دي بتقدم تسهيلات للمصانع ديت بحيث إن إحنا ما من ندخلش منتج من أي دولة تانية على أساس إن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي في جميع الشغل بتاعنا طب حاجة تانية يا أستاذ جمال يا باشمهندس مجدي عندنا اللي هو سترول الحمامات ده حضرتك مختص بالنظافه في الحمامات. طيب. آه. 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 ده بيتميز بحاجتين سترون سترون لايت سترون لايت اه لان اللايت آه. ده زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ده ملكيه فكريه وعلامه تجاريه خاصه بنا آه ده سترون لايت ايوه تمام ده مختص حضرتك بالحمامات اه, آه. بيتميز بمستين آه النظافه العاليه وازاله الرواسب والالوان الصفراء او المواد الكلسيه اللي هي آه. مترصبه في الحمامات ده سريع جدا التفاعل معها وبالاضافه الريحه بتاعته بتكون الريحه مقبوله جدا جدا ريحه كويسه واخد بال حضرتك وبيتميز ان هو له قدره عاليه مش عايز ادخل بقى بالنسبه للمشيد العالي العادي عفوا واقول ان فيه مواد ايه ومواد ايه لا هو فيه مواد قاتله للميكروبات للميكروبات آه. مش الفيروسات لا الحمامات بيبقى دايما ميكروبات آه جراثيم اه احنا آه بنقول اه اه لا 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 الميكروبات يعني آه هو خاص بالميكروبات فقط مش الفيروسات اه لا, لا ملوش علاقه بالفيروس ملوش علاقه بالفيروس ما آه خالص يعني لا احنا عشان ما حدش لا لا ده, ده امانه لحقوة. امانه علميه اه, آه ده خاص للتنظيف وقاتل للميكروبات والبكتيريا الميكروبات والبكتيريا واخد برضه موافقات كله من, 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 من الوزاره من هيئه الاستثمار لا مش هيئه الاستثمار الهيئه هي ما بتديش موافقه هي ها. بتلزمنا بمواصفات معينه ها. لازم تكون متوفره في المنتج لازم تكون موصر. اللي بيتابع تنفيذ الكلام ده الرقابه اه ايوه ها. الرقابه ما. الهيئه العامه المصريه للمواصفات والجوده طيب حضرتك محضر لنا ايه تاني النهارده ده بالنسبه للسترول عندنا منه نوعين نوع خاص بالحمامات ونوع خاص بالارضيات بالنسبه الخاص بالحمامات برضو ست البيت عارفه وحضرتك م. برضو بنوضح للساده المشاهدين ان انا ما برشه ما بخففوش وبتركه يعني هو بترش بدون تخفيف آه, اه بدون تخفيف, آه. تخفيف. آه. أي. وبسيبه مده من 10 ل 15 دقيقه يعني استعمال السترول يا جماعه ان هو بيستخدم آه. بيترش على المكان المراد تنظيفه ويفضل عليه بيترك لمده عشر دقائق 10 دقائق بعد كده بنقوم بازالته وبزاله الاوساخ الموجوده في المكان عشان لو في ترسبات جرية ولا صدى ولا اصفرار ولا اي حاجه بتاخد الوقت الكافي للتفاعل معها او تعمل. بالاضافه بقى لان هو زي ما اتفقنا بيقضي على جميع الميكروبات والبكتيريا اللي موجوده في المكان اللي انا بستعمله فيه أيوة. عندنا نوع تاني منه حضرتك اللي هو الخاص بالارضيات اللي هو النوع اللي ده اه الاسمر آه. ده, ده الخاص بالارضيات آه. ده حضرتك بيخفف بالميه بالنسبه 1 الى 10 آه. يعني لو هاخد مثلا كوب 100 مللي بضيف عليه لتر ميه يعني لو حطيت لو حطيت كوبايه كوبايه 100 مللي بحط عليها حط عشر كوبايه احط 10 كوبايات ميه 10 كوبايات ميه بحيث ان انا اخففها آه. نسبه تخفيف 1 ل 10 ليه لان هستعمله بقى بالمساحه طب خليني مع حضرتك يعني لو ست البيت سوها عليها وما خففتوش هيدي مفعول اسرع لا مش على اسرع بقى <applause> هل لو لمس الجلد عندي او لمس حد من الاطفال او لا. وقع على حد من الاطفال لا في الحاله ديت امن ولا هي لا هيسبب مشكله؟ هو هو امن ما احنا كل ده عشان ننصح يا جماعه لا هو امن آه ستات ال آه امن بس احنا دايما قلنا النصيحه المره اللي فاتت اي منتج يبقى بعيد عن متناول الاطفال آه. مش معنى ان هو امن ان انا اسيبه عرضه للاطفال ما احنا بنقول لحضرتك ان آه. خلينا ان هي سهت ما عرفتش ما افتكرتش ما انها تستخدم السترون الازرق فين والسترون الاسمر آه. فين لا. فجابت السترون الاسمر على طول واشتغلت بيه. آه. هل السترون الاسمر ده في الحاله ديت ممكن يأذي حاجه ممكن يغير في لا. في, لا. في ابدا أبداً. ما يغيرش برضه امن برضه حتى لو ما خففناهوش بس الطبيعي ان احنا نخفف كوب ميه على عشرة كواب عمليه اقتصاديه لا اكثر ولا اقل كوب من سترون على عشرة اكواب ميه اقتصاديه بس لا اكثر أه. ولا اقل وفي نفس الوقت ان مهما كان ان المكان الخاص بالحمامات بيبقى محتاج درجه اعلى من التركيز فعشان آه. كده بستعمله بدون تخفيف اللي هو السترون لازم اللي, لازم. اللي هو الخاص بالتركيز انما ده في بقيه الشقه في بقيه ارضيات الشقه آه آه. كلها مش هيبقى في عندي رواصب مش عندي أرضيات آه. ل... اي مكان آه. آه. اي مكان آه. يستخدم على اي اسطح على اي اسطح اي ارضيات يستخدم عليها السترون السترون أوه. طب لو في مكان دهن ولا حاجه سترون ممكن يشيل الدهون؟ لا ما يشيلش لا, لا ملوش علاقه بالدهون نستخدم الايه؟ السوبر لايت ايوه السوبر اللي اللايت ولا إيه السوبر لايت؟ اللايت السوبر لايت ما احنا قلنا احنا قلنا نص... السوبر لايت حضرتك تطوير لللايت يا باشمهندس يا باشمهندس اتفضل حضرتك انا بوقع حضرتك الوقت لا هو آه. هو انا يعني ايه؟ انا واضح مع حضرتك آه واضح يعني مع الساده المشاهدين <applause> انا ما اتكلمنا على اللايت والسوبر لايت اتفقنا ان السوبر لايت تطوير لللايت تطوير لللايت ايوه تطوير لللايت يعني كفاءه اعلى ومميزات اعلى انا كل ده عشان افكر الساده المشاهدين آه ان آه سوبر لايت آه بيستخدم للارضيات والسيراميك آه وجميع الاسطح الخشب والمناضح والأسطح والكلام ده آه انما اللي لكن ده ما, ما يستعملش للاسطح ده آه 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 للارضيات للارضيات فقط الارضيه اه طب آه. عندنا ايه تاني عندنا حضرتك صابون اليد اه صابون اليد صابون اليد. اليد عند اربع انواع ده. حضرتك نشوفهم الاربعه للساده المشاهدين ايوه آه ده آه هو الاختلاف آه. فيه اثنين تانيين طيب آه. طيب هو عندي اربع انواع منه حضرتك إيه الروز او الورد اللي هي اللي قدام حضرتك في المقدمه الروز اه واللي والورد. وراها دي بريحه الخوخ اه, آه. دي برضه للناس آه. اختلاف إيه بقى هنا؟ اختلاف روائح ده هندوش عادي هندوش عادي. هندوش عادي آه آه للغسيل آه, اه اه انما ما يعقمش آه لا معقم آه ازاي ازاي هنا بقى ده هنا يا جماعه ان احنا معقم ان هو ده يعني زي الصابون السائل بنسميه صابون سائل ولا هاند ووش ولا بنسميه هاند صوب تاني هاند صوب صابون يد اه هاند صوب هاند صوب اه, آه. صابون يد ماشي تمام آه او هاند ووش بس لو قلت هاند ووش ممكن واحد مثلا يقول لي استعمله على وشي بقى او على الوجه لا 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 هاند ووش لا لا خاص آه. بالايدين خاص, خاص آه بالايدين آه. آه آه. وهو بالروائح آه كل كل منتج من دولت برائحه معينه اه حضرتك آه. ده برائحه الورد برائحة الورد إنما يعني هو كل المكونات الداخلية واحدة المكونات عبارة عن مواد برضو زي ما قلنا مواد فعالة مواد رغوية مواد ايونية آه عندي بيحتوي على مواد عطرية لأن لازم يترك ريحة كويسة جدا آه بيحتوي على مواد مرطبة زي مثلا الجليسرين عشان نعومة الإيدين آه لابد يتوفر فيه الشروط ديت رغوة عالية نظافة م. آه قاتل للبكتيريا برضه زي ما اتفقنا آه معق معطر لليدين معطر يعني لليدين معطر الليدين، الليدين. اه ومعكم... لابد تكون ريحه فواحه وريحه عاليه وسيفتي برضه امن كل آه حاجه زي آمن، الفل آمن،, و... آمن،, امن اه اه يعني احنا يا جماعه احنا بنشوف منتجات شركه الفنار آه يعني ما من... نلجاش من لاي منتجات اوروبيه يعني احنا عندنا حاجات حتى في الكواليتي حتى في الفينيشنج بتاعه الناس مهتميه بكل التفاصيل بتاعتي في, في في حتى في الضغطه بتاعة اللي, اللي هي متأمنه كده بتتفتح آه وتطلع لفوق وبعدين فيها حتى فيها سيفت أمان آه ما تتفتحش ولو حتى لو اتحطت كده على الحوض عندي او اتحطت في اي مكان ما توقعش مني اهيت ما هي مفتوحه اهيت ما تتفتحش الا لما يكون ايه اللي إذا ترفع اللي, اللي لفوق لو حضرتك آه هي بتترفع لفوق لا لا كده حضرتك لفها آه ايوه كمان لف 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 لحد ما تفتح معاك اه بس ايوه كده كده احنا كدا. غيرنا الوضعيه بتاعتنا اه كده بقى تبدا تستعمل بنبدا نستخدمها كده آه. عايزين نقفلها تاني بتبدأ. هتنزل بقى لو ضغطت تنزل خلي آه. بالك عشان ضغطه آه. تانيه تقوم نزل طب كده كده لحد آه. ما تبدا بس ممكن آه. يعني مثلا بعد ما نخلصها اه ويقفلها عادي بس هي على الحوض بقى هيشطف ايده وبتاع انما حضرتك هنا هتعمل ايه؟ آه ايوه حضرتك يعني احنا يا جماعه شفنا نشوف ازاي الدوله بتشجع الشركات وازاي الدوله بتفتح فرص للعماله المصريه انها تشتغل جوه, جوه البلد بلدها وازاي ان هي تقدر توفر منتجات بجوده عاليه داخل مصر طيب السؤال بتاع الحلقه بتاع اليوم سترون ابو ابو سمرة سترون لاسمر الكميه اللي بتخفف قد ايه ده سؤال الحلقه الكميه آه اللي بيتخفي بيها سترون الاسمر آه كم الخاص بالارضيات الخاص بالارضيات عشان بالأرضية. برضو تبقى المعلومه واضحه الخاص بال آه آه عندنا آه نوع واحد بس سترون اللي بتخف آه آه اللي هو الأبو اللي الصم الخاص بالارضيات كميه الكميه المطلوبه لخف آه السترون آه، الاسمر بتاعي الخاص بالارضيات بالأرضية. وده السؤال بتاع حلقتنا النهارده وابتدي بس معلش ناخد من وقت حضرتك دقيقتين آه بالنسبه للهند صاب او صابون اليد ده آه. آه في عندنا نوعين تانيين برضه عندي نوع بالفراوله ونوع بالياسمين آه. وزي لا ما اتفقنا اختلاف في الروايح اتجاهات روايح آه. طبعا كل واحد بتبقى ايه ازواق آه. آه. بتختلف في آه. الريحه انما آه آه. انما لأنه لازم يتوفر واحد. فيه آه. المكون واحد آه المكون الكيميائي المكون واحد آه الرغوه واحد. والنظافه آه. وقتل البكتيريا ده واحد الريحه آه. اللي بتختلف طب يعني تاثيره آه. على البكتيريا طب واحد خلينا خلينا آه. آه النظافه واحد خلينا الرغوه باش واحد. يا باشمهندس اتفضل يا مع حضرتك اتفضل النهارده آه خلي طفل مثلا استخدمه على ايده وجه بالخطا حطه على وشه هيحصل مشكله؟ ولا اي حاجه خالص يعني معروف زي الصابونه العاديه معلش لو انا الرغوه دخلت جوه عيني معينها هتدمع لا شيء طبيعي لا لا احنا بنقول هنا ان هو لا هي دمع لا دمع اه هل استخدامه مثلا لو جه على بشره الوجه هيسيب اثر معين لا 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 لا, لا 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 يعني امن سيفت برضه هو, هو امن, هو الهدف منه الاماكن العامه لما تبقى الصابونه العاديه دي بيمسكها وده بيمسكها وده بيمسكها واخد بال حضرتك لا ده بيبقى امن شويه في الاماكن العامه وبرضه عندي في البيت لما بتحط على الحوض عندي أأمن وأحسن من الصابونة اللي هتبوش من المية مثلا اللي مثلا لا هي في عبوة حفظ عليها و ايا كان يعني هو يعني ده بقدر واحد هيقول لي مثلا ايه ده ما انا, أنا بضغط وغيري بيضغط وغيري بيضغط معلش انا لو في ايدي منديل آه وبالراحة ضغطت خلاص واستعملت المنديل في الباسكت جنبي يعني ده إلى حد ما بنعتبره بيتوفر فيه امان شويه والله يا باشمهندس مجدي الحديث معاكم ومع شركتكم ربنا يخليك ربنا يعني يخليك احنا يعني مش عارفين يا رب. جماعه نوصف مدى سعادتنا بان شركه الفنار بتقدم لنا المنتجات ديت وان هي بتقدم لنا منتجات امنه ومنتجات بتستخدم لست البيت مش مريحينا في كل حاجه و... بتشيل الدهون وغسيل اليدين وكل حاجه. وقبل ده استاذ سيد مع احترام لحضرتك واحترام للساده المشاهدين جميعا انت بتتعامل مع منتج مسجل كعلامه تجاريه ومطابق لمواصفات معتمده و... يعني انت بتستخدم منتج وانت مطمئن. وفي نهايه اللقاء مع الباشمهندس مجدي عطيه بنشكره شكرا جزيلا سبحان شرفتنا سبحان النهاردة في وجودك كل معنا طيب كل سنة وحضرتك طيب ومصر طيبين كلها طيبة ودائما في احتفالات وفي مصر دائما إن شاء الله بإذن الله ونفكركم يا جماعة إن الشركة عرض فرص عمل للشباب والأرقام موجود على الشاشة وتابعونا إن شاء الله بعد الفاصل معانا فقره دينية مع آه عمالقة القرآن آه الشيخ محمد محمد الطبلاوي والمبتهل آه آه جمال السيد حسين نطلع فاصل واستنونا تاني اوعى تروحوا في اي حته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم تاني مع أهل القرآن مع فضيلة الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوي اللي هو طبعا غني عن التعريف من الشجرة الكريمة الشيخ محمد محمد الطبلاوي النهاردة هيسمعنا الآيات القرآنية الكريمة بصوته اللي هو ورثه عن فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي هي, هي, هي يمتعنا ويمتع المشاهدين كلهم بصوته فضل فضلت الشيخ أهلا ومرحبا بك فضلت الشيخ ومعانا فضلت الشيخ جمال السيد حسين مبتهل ومنشد أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا وأهلا بك فضلت الشيخ محمد, محمد وفضلت دي. الشيخ جمال بارك الله فيك حضرتك النهاردة فضلت الشيخ محمد عايزين نسمع من حضرتك تسمعنا وتسمع المشاهدين اه را را رائعة من روائع القرآن بإذن الله سمعنا الله. كده يا شيخ محمد كده ناخد المايك كده حضرتك كنت سمعنا استاذ الشيخ جمال بقى اتفضل اتفضل نبدا احنا يعني اتفضل يا فندم ما نبدأ ب... احنا نبدا احنا نبدا بافتتاحيه بالقران الشيخ جمال بقى مبتهل بقى وهيسمعنا ان شاء الله, الله. يعني ربنا يفتح علينا النهارده في الحلقه بتاعتنا ان شاء الله ربي يا رب اتفضل فضيله الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي هُدًى <applause> لِلنَّاسِ

Yuri. In... واذا سالك عبادي عني فاني قريب تصدق وجلاءها القرآن والوقت هنسمع الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين يسلق صدورنا بالابتهالات الدينية والدعاء تفضل فضلت الشيخ. <applause> لم <applause> ليلي GEE- اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سيما سلاما صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ وسلِّم على علم الهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرفع الوباء عن مصر يا رب. وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي. آه نرجع لفضيلة الشيخ محمد آه حضرتك اللي يعني اللي قام بتعليمك واللي اعان حضرتك في التعليم مين؟ بالنسبه للقران الوالد الله يرحمه طبعا الله يرحمه من رب. الصغر يعني من من سن ست سنوات كده انا واحمد اخويا يعني بدا يحفظنا في في القران على في البيت معايا يعني على ايده صراحه والله اه حفظت القران كاملا على رحمه يد فضيله الشيخ محمد, محمد محمود الطلاوي الحمد لله واحكام التجويد والقراءات اه طبعا الحمد لله طبعا وحضرتك التجويد وقراءات لا معايا حفص حفص برواية حفص عن عصر بتقرا وساعات بنقرا من رواية ورش برضو م. احيانا <applause> فال... دي القراءات اللي حضرتك الحفظ نفسه يعني حفظناه على ايد الوالد ب... برواية حفص عن عصر اه, آه. انما حضرتك يا شيخ جمال اتعلمت بدأت الابتهالات من امتى؟ دي واحنا في المدرسة من من وانت لسه طالب آه في المدرسه, في المدرسة اتعلمت الابتلاءات الدينيه كان عندنا وكرة فريق وكرة القرآن طلائع وكده وكنا بنعمل فرق انشاد وكنا بنصفي على مستوى الجمهوريه فرق انشاد ديني انشاد ديني انشاد ديني كنا بنصفي على مسرح الشباب المسلمين اللي في رمسيس ويمكن كان بيحضر الحفلات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه آه. رحمه الله رحمه الله عليه وكان بيهتم بالنشاط ده جدا صراحة. وكان بيحضر الأنشطة اللي يعني كنا بنعمل أنشطة كانت على مستوى الجمهورية. آه. فكنا بنصفي في القاهرة. وكانت الأعمال كلها بتقام في المعاهد النموذج النموذجية اللي هي في مدينة نصر حاليا. آه. فضيلة الشيخ محمد اللي أنا حاسس إن طبقات الصوت نفس طبقات صوت الوالد الله يرحمه الحمد لله جينات يعني ايش جينات يعني جينات آه. الوراثيه آه. آه حضرتك النهارده برضو عايزين نسمع حاجه كده يعني ايه انت حضرتك لسه سامع من شويه برضه نسمع يعني حاجه ثانيه نتكلم شويه يعني يعني, آه. يعني حتى الشيخ حسين لما كان بيقول اي اي صوت عموما محتاج تسخين شويه اه واخد بال حضرتك يعني آه. لازم شويه لازم يعني ما حضرتك اللي احنا ده قلناه ده, 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 ده تسخين يعني اللي, اللي قاله الشيخ, جمال ده <applause> كله اللي قاله الشيخ جمال ده كله <applause> ده بالنسبه له تسخين بيسخن صوته بس ما احنا <applause> لسه صوته ما حضرش يعني ما احنا حضرتك شيخ محمد يعني احنا <applause> افضل من كده <applause> كمان الشيخ جمال احنا بنستغل الحلقه بتاعتنا احنا <applause> بنستغل الحلقه بتاعتنا <applause> على اساس <بحنا> لسه إن <تصفيق> احنا لسه <applause> بنسخن يعني واخد بالك ما احنا بنسخن ماشي يعني ما حضرتك يعني حضرتك سخنت في في <applause> الفقره الاولانيه برضه عايزين نسمع حاجه جامده كده من <applause> من فضلتك برضو حضرتك كنت عايز تسمع الحشر قبل اه كنا ع... آه، عايز تسمع الحشر اه كنا عايزين نسمع ماشي، إيه، الحشر ماشي, ماشي،, ماشي. ربنا يفتح عليك شمعان الله يكرمك برواية ورش لا برواية حفص برواية حفص <تصفيق> <تصفيق> برواية حفص <applause> ماشي اللي فضلتك تختاره ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله عظيم. شكرا فضيله الشيخ امال ما كنتش سخنت بقى يا شيخ كنت عملت فينا لسه ما سخناش لسه ما سخناش وهناخد آه <applause> نختم آه حلقتنا النهارده ان شاء الله بفاصل من الابتهالات الدينيه مع فضيله الشيخ آه جمال وبشكر حضرتك لوجودك معانا يا شيخ محمد شرفتنا ونورت البرنامج بتاعنا وده فخر لنا. إن احنا تكون موجود شرفنا معنا في البرنامج بتاعنا ان شاء أهل الله وأهل البرنامج جميعا ومقدمينه كله والله الله يعزك وكل يعني الله يعزك فضيله الشيخ كل عام بخير الله يخليك وبنشكر فضيله الشيخ جمال لوجوده معانا النهارده اكرمكم الله آه والنهارده انتوا بصراحه استمتعنا والمشاهدين استمتعوا معانا النهارده بوجودكم معانا ان شاء الله بنشكر فضيله الشيخ محمد اللي عرفنا بحضرتك وبالبرنامج الله يعزك يا فندم الله يخليك بني يفتح عليك <تصفيق> يا رب <applause> رمضان <applause>

يا شهر القرآن، يا شهر الفتح والنصر، يا شهر الفتح والنصر، شهر كريم شكر كريم شكر